مساء الخير على عيون كل هالجمهور الحلو. حياكم الله، سعداء جدا بالتواصل معاكم. سهرتنا اليوم راح تكون سهرة ديو سبيسيال بي واحلى جمهور. إضاءة ترتتا جون فيليب بوردون، صوت ترتتا رونوف غالي، فرقة ترتتا إلي العالية، إخراج ترتتا باسم كريستو. ونرحب بضيوفنا اللي معانا في هذه الليلة، النجم اللبناني زين العمر، الصوت الشبابي الجميل من المغرب هدى سعد، الملحن والمطرب الرائع من مصر أحمد سعد. والآن نستقبل سيدة هذه الليلة صاحبة الصوت الرائع شيرين عبد الوهاب. من الدنيا مش
وسهلا. اهلا وسهلا. مساء الخير. اهلا مدام. تفضلي. بطمنك كلمات نادر عبد الله والحان وليد سعد. اهلا وسهلا، شرفتينا ونورتينا اليوم في ترتتا. منور بناسه. وليلتنا اليوم مثل ما يقولون المصريين ليلتنا فل ان شاء الله. ان شاء الله فل. كلمات جميلة، وأنا أطمن الجمهور أن اليوم راح تكون حلقة مميزة بإذن الله في هذه الليلة. وجود الأستاذ محمد مصطفى إلى جانب شيرين كزوج وكموزع أيضا وتعاون ما بينك وبينه أكيد أثمر هذا في وجود أعمال كثيرة. كلميني عن التعاون اللي يجمعك ما بينك وبين محمد مصطفى. بص والله هو واحد، يعني زي ما كنت باخد رأيه قبل الجواز في أغاني مش بتاعته، دلوقتي كمان باخد رأيه في أغاني مش بتاعته. زي ما كنت بتعامل معاه في 3-4 أغاني قبل ما اتجوزه، دلوقتي برضو بتعامل معاه في 3-4 أغاني هم لأني ما أقدرش أستغنى عنه في ألبومي كموزع، لأنه بجد شاطر في شغله. نعم. بجانب كل الموزعين برضو اللي أنا بهتم وبحريصة جدا أن أشتغل معهم. يعني مش كون أن أنا اتجوزت موزع فده يغنيني أن أشتغل مع ناس تانيين، بالعكس تماما. يعني زي احتياج الجوزي أو لمحمد مصطفى اللي هو كزوج وكفنان في ألبومي، احتياجي لأشخاص تانيين برضو أنا بثق في خبرتهم. بتختلفوا يا شيرين بينكم بين بعضكم سواء كان في الرأي مثلا أو في الأغنية؟ ما فيش حد ما طبعا لازم بنختلف، بس في الآخر لازم نكون مقتنعين. وأنا دلوقتي علمت نفسي أن أنا أسمع، يعني أسمع، لأني مش حلو أن الإنسان يكون رأيه من دماغه طول الوقت. يجاملك ولا دائما يكون صادق معك في الرأي بأمانة بشفافية؟ لا ما بيجاملش محمد، ما فيش بيننا دوت، يعني ما فيش بيني وبينه مجاملات خالص. يعني بالأعمال التي تعطى من محمد كموزع اليوم، محمد يتعاون معك ومع غيرك أكيد في التوزيع. طبعاً ويشرف طبعاً على ألبومات كثيرين أكيد طبعاً. هل سبق وسمع أغنية مثلاً لمثلاً فنانة أو فنان وفي يوم الأيام قال لك والله يا شيرين أنا اليوم سمعت أغنية يا ريت كانت ليكي؟ لا، هي ما بتبقاش كده، لأن هو عارف أن أنا لما بختار أغنية لو مش بحبها جدا 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 مش هغنيها، لأن أنا مش من المطربات اللي بتحب تعبي ألبوم وخلاص. مو ضروري يكون 14 أغنية وبس. لا، بس هو ممكن أنا ساعات أقول له فكرة، أقول له مثلا، يعني مرة قلت له أنا نفسي أغني أغنية أقول فيها إن ما بقاش في حد بيخاف على حد ولا حد بيحس بحد، وكل الناس بقت يلا نفسي ومش عارف إيه. لقيته بعديها بثلاث أيام طالع بيقول لي على فكرة حمادة هلال جه وكان بيغني أغنية بيقول فيها نفس الكلام اللي كنت عاوزة تقوليه. فطبعا يعني اتبسطت إن في ناس برضو ذهنها حاضر بيفكروا. طيب هو على طول معاكي وإلى جانب أعمالك نصيحته ومشورته دائما تكون في أعمالك، أنت تعطينا المشورة والنصيحة في أعمال أنت اللي فنانة ولك ما شاء الله قدرتك في تمييز الألحان الجميلة وأن هذا غث من السمين، هل أنت تساعدين في عمله في أن التوزيع الفكرة كما ذكرتي قبل شوي؟ لا، مش لدرجة تساعده، لأنه هو دارس وعارف وبيعمل إيه، أنا ما درستش مزيكا. اختلاف الآراء يعني هو مجرد رأي. لكن أنا ممكن أقول له جملة كده، يعني يبقى قاعد شغال لي في أغنية فأروح قايله جملة أقول له والله أنا حبها تبتدي كده، لو اقتنع بيها وعجبته وكانت مناسبة بيعملها، مش ما ريحتهوش مش بيعملها. ربنا يخليكم البعض يا رب. ليلتنا طويلة وإحنا مستمرين مع ترتتا. فاصل ترتتا وراجعين مرة ثانية. الآن مشاهدينا الكرام مع ديو جميل راح يكون ما بين الفنانة شيرين ومطرب لبنان الأول صاحب الصوت الرائع زين العمر موعود. Thank you.
شرفونا. أهلا.
أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا، شرفتنا. ديو جميل جدا ورائع للعندليب الراحل موعود كلمات محمد حمزة والحان بليغ حمدي، أداء وغناء وصوت أكثر من رائع لشيرين وللنجم اللبناني زين العمر، حياك الله. شكرا. شكرا. من سنك 13 سنة وانت تغني، ما شاء الله، يعني الموهبة مولودة معك تبارك الرحمن. شايف شو هالغلطة؟ فأهلا وسهلا فيك. جميل اليوم تجتمع أنت وصاحبة الصوت الرقيق والخارق إلى القلوب الفنانة شيرين، يعني اليوم خلطة جميلة جدا ما بين مصر ولبنان. أنا بيسعدني وبيشرفني وبيسعدني أغني مع شيرين، لأنه شيرين أنا بعتبرها من أجمل الأصوات القريبة على قلبي واللي أنا بحبها. تحية لشيرين ولكل مصر العزيز حبيب قلبي. جميل. أنا قايل للأستاذة شيرين من البداية ليلتنا فل إن شاء الله، وهي فل بإذن الله. ليلتنا عسل بإذن الله. من 13 سنة والغناء معك، شو اللي تغير في الغناء زين؟ أكيد تغيرت كتير مراحل بحياتي، والإنسان بيتطور، الفنان كل يوم بيتطور عن يوم. يعني اليوم صرت بعرف أكتر شو بدي، واليوم نحن صرنا واحد، قبل إذا غلط كان الغلط مش محسوب، بس بهاي الأيام الغلطة كتير محسوبة وبتأثر. بقى نحن يلي أنا بفرحني الناس اللي بيحبوني، اللي دايما بيعطونا التشجيع حتى نكمل ونعطي افضل باختيار افضل واحسن كرمال كل الناس اللي بيحبونا. بما انك بدات بالغناء منذ الصغر، شو اللي تتذكره من خلال هذه المرحله الطويله من سن 13؟ وما بدي اسالك قد ايه عمرك هلا. لا معلش مش مشكله، يعني في اغاني كثير. انا من بدايتي كنت غني للاستاذ وديع الصافي، ست فيروز، سيدة فيروز سفرتنا إلى النجوم، أستاذ جورج والسوف، أستاذ ملحم بركات، عبد الحليم، شيرين عبد الوهاب. بقى كل الأصوات أنا المدارس الكبيرة تربيت عليها، حبيت غني لها. ومن بدايتي هيك في أغاني كتير، مثلا شو رأيك هيك سمع غنية؟ يا ريت يا ريت. أستاذ إلي، من الأشياء اللي في مرحلة زين العمر دائما، يلا هيدي من البدايات. استاذ إلي، انا اللي عليك، وانا بقول لشيرين هاي الاغنيه بهديك اياها، بتشاركك كمان. انا اللي عليك مشتاق. الله الله. بعدين محمد هيغير، بعدين محمد هيغير. تحيه للاستاذ الكبير محمد مصطفى. ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 الليل، القيس جنبي هوى ليلى، قيس جنبي هوى التقى من بعد ما جنوا شقي لك. أما أنا يا حسرتي كيف العمل، لكن تجن ولا بشيرين التقي. يا 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 باي. أما أنا يا حسرتي، لكن تجن أنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق إليكي، وأنا اللي عليكي مشتاق، مش غيري مشتاق إليكي، لك إذا رجعت من العشاء، لك وعشقتيني، شو عليكي، يا ما شو عليكي، يا ما إيه عليكي، أنا اللي عليكي مشتاق. غيري مشتاق، مش غيري مشتاق إليكي،
لك إذا رجعت من العشاء لك وعشقتيني شو عليك يا باشا عليك يا بقي علي طول عمرك نشطة وحركة بتحبي رقص الدبكة طول عمرك نشطة وحركة بتحبي رقص الدبكة بدي اتعلم دبكي اشبك داي بدايكي ايه 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 شيرين انا اللي عليكي مشتاق مش غيري مشتاق اليكي رجعت من العشاق هو عشقتيني شو عليكي يا باشا عليكي يا بقي أوف 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 لك أنا اللي عليكي مشتاق ومش غيري مشتاق ليكي وإذا رجعت من العشاء وعشق فيني شو عليكي شكرا الله 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 يعطيك العافية يا زين أتصور الترحيب الجميل الرائع بصوت الفنان زين العمر للفنان الرائع شيرين خلاص لا 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 فل بإذن الله لا حيجنن جميل ميرسي ميرسي ديو رائع شفناه منكم قبل شويه وغناء اجمل من زين لشيرين وتفاعل رائع منك يعني ما شاء الله دائما متدلعه النهارده واكيد الدلع الخاص لمحمد مصطفى ما له بالنفس الحلقه اليوم ربنا يستره ما نتطلقش بعد الحلقه دي لا لا ان شاء الله بالاذن بالاذن من محمد بالاذن من محمد يا محمد اوعى تصدق دي حلالك ايوه مراتك ام عيالك ربنا يخليكم البعض يا رب ميرسي شيرين لو ابي ارجع ايضا لسؤالي لك انت ايضا يعني غنيتي منذ الصغر ما شاء الله يعني الغناء ايضا ولد معاكي والصوت الجميل هل برايك يجب على اظهارها الموهبه من البدايه ولا ممكن على المطرب انه يستنى الى غايه ان تنضج هذه التجربه ويظهرها للجمهور يعني الاستعجال في الخطوات والله مش عارف اقول لك ايه بس هو حلو ان الفنان يشقى ويطلع عينه عشان في الاخر يقدم للناس اجمل ما عنده وفي نفس الوقت يكون صوت مدرب بجد يعني اكيد شغل اللايف اللي كنت بشتغله قبل ما اتشهر ده فادني كتير علمني ازاي امسك المايك علمني ازاي حفظي للحاجات القديمة علمتني حاجات كتير يعني تابعتي فنانين كتير وشفتي طبعاً. وغنيتي كنت بغني يعني أنا فاكرة أن كانت أصالة عاملة أغنية يا مجنون مش أنا ليلى الله وكانت عاملة في الآخر لحمت حتة كده أيوة أنا كنت بقعد أقول لهم إزاي عملتها دي إزاي وقعدت كتير قوي عشان أحاول أعرف أعمل دي في البدايات كان بالنسبه لي الحاجات دي صعبه جدا مش بداياتي قبل ما تشهر يعني من زمان يعني الاغنيه دي بقى لها يعني مش عارفه بقى لها قد ايه تقريبا كثير فكنت انا لسه ببتدي يعني ازاي احفظ يعني وبعد ما الحمد لله الله يعني وسع من نقول في الوسط بديتي تاخذين خط لشيرين نفسها يعني طبعا طبعا اكيد يعني طبعا له الفضل في ده نصر محروس انه يعني حطني على اول السلم وقال لي كملي يعني وحشتني عيونك لاحمد سعد سولو جميل I'm
سهلا. كلمات جميلة لعمرو سعد والحان أجمل لمحمد يحيى. وحشتني عينيك ووحشتنا يا أحمد، شرفتنا ووحشتنا. الأول بس بحيي جمهور ثلاثة الطال، جمهور الجميل أنا بحبه جدا، يعني الجمهور ده بيشجعني. أحمد حياك الله في ثلاثة الطال، وإحنا سعداء جدا أنك انضميت لنا إلى وجود النجمة شيرين والنجم زين العمر. ويعني ما شاء الله أنت حققت نجاح كبير من خلال ألحانك ومن خلال صوتك وألبومك. قدمت ألبوم رائع وغبت فترة وبرزت أكثر كملحن، أعطيت لحن جميل لسوبر ستار راغب علامة. طب ليه؟ هل كنت متوقع نجاح هذا اللحن وهذه الأغنية؟ والله الحمد لله، يعني ربنا بيكرم في موضوع الألحان ده. هو الموضوع ده جالي يعني غريب جدا، بس لأن أنا أصلا يعني ما بحبش أشتغل ملحن، يعني بحبش اجيب ورقه وقلم واجيب العود واقعد علشان الحن. نعم. لا، انا بحب الموضوع الالحان ده يجي لي كده لوحده، اكون حزين فيطلع لحن حزين، اكون فيعني ايه يعني انا وشيرين مثلا نعرف بعض من زمان جدا جدا، من ايام يعني في مع الموسيقى العربيه. مع الموسيقى العربيه. يعني من زمان، يعني زملاء سابقين من سن. من واحنا عندنا 17 سنه. ايوه بالظبط. يعني ما شاء الله. بقالنا كم سنه بنعرف بعض؟ بقالنا دلوقتي كده سنتين من امبارح. انا 12 سنه بالظبط. ما شاء الله. 12 سنه. لا يعني لا بعرفه دستة. يعني ممكن احمد يعني لسه ما خدش حقه اللي يستحقه بجد، لانه هو عندي انا نجم من النجوم، لانه بجد بجد انا بتعلم منه لحد دلوقتي، ومن احلى يعني صوت جبت جميلني يا والله، صوت الرجاله سمعتها في حياتي. لا بجد يعني ان شاء الله اكيد هو طول ما هو في الوسط اكيد باذن الله هياخد حقه وزياده، لانه يستحق اكتر من كده
بكتير. الله يخليك والله شيرين. بص يعني احنا شهاده يعني جميله فعلا، شهاده فعلا يعني. هي يعني احنا طول عمرنا فعلا ما بنحبش المجاملات. نعم. هي فعلا مش مجاملات يعني. وليش ما لحنت شيرين لغايه الان؟ اشتغلنا مش لما قررنا نشتغل. اشتغلنا لما جالي اللحن جه لوحده يعني خلاني ان انا يعني يوصلني هو، فعشان كده وصل لها. لان شيرين كمان دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا جدا. شيرين ما ينفعش تسمعها لحن معمول هتفهم. لو اللحن ما جاش من قلبك، لان هي بتختار بقلبها، هي بتختار، بتقعد تختار، مش بتختار بقى مش ايه. احنا ساعات لما نقعد نختار وبتكون نعم. يعني الحياه بقت يعني بروفيشنال، بتقعد تختار تقول ايه دي هتنجح، دي هتعمل كذا مع الناس. شيرين زائد دون زائد ده طبعا جواها بيبقى له حسبان كتير قوي جواها، بس هي بتقعد تختار اللي بتبسط له. يعني ما حريصه جدا، ما بتفوتش اي حاجه. فعدى 12 سنه، بعد 12 سنه اتبسطت مني. طب كويس اللي اتبسط داخلي. عقبال المية. شيرين، كثير ما يقال عن بعض الفنانين انه لما يكون متعاون مع ملحن معين او بدا مع ملحن معين وانطلق مع هذا الملحن، الملحن يكون له هو الدور في اطلاق هذا الصوت من خلال الحانه. هل هذا الكلام صحيح؟ والله شوف، يعني انا يمكن ما ينطبقش عليا قوي ده، لان انا بحب التنوع وبحب اشتغل مع كل الناس. نعم. بس اللي بنجح معاه قوي السنه دي يعني يعني لو انا مثلا عملت الهيد مثلا مع وليد سعد، السنه الجايه اعملها مع محمد يحيى، السنه اللي بعديها. بحب ادي فرص للناس، ما بحبش اكرر نجاحي. يعني لو نجحت قوي في الحته دي بشتغل تاني مع وليد وبشتغل تاني مع محمد يحيى، بس يعني بشقلب الموضوع. فاهمني؟ بتغير في الموضوع من من ملحن الاخر. طيب ما يكون في خوف بانه لا انا نجحت مع مثلا احمد سعد خلاص انا بتفائل باحمد سعد ابي اكمل مع احمد سعد؟ انا بحب كثير من الفنانين على فكره يخافون من الخطوه القادمه، خصوصا لما ينجح لعمل. لا انا ما بشتغلش بالسيستم ده خالص. بحب التجاريه ده سيستم صح جدا جدا يعني. يعني سيستم لخدمه المزيكا، ان انا يعني انا بختار اللحن مجرد من اي احتمالات تانية، ان يكون مثلا ده عشان يعني هو صح. انا مش بروح اشتغل مع محمد يحيى ولا مثلا مع تامر عاشور عشان هم نجحوني قبل كده. لا انا بختار اللحن اللي بجد بيعجبني عندهم. زين، انت لك وجهه نظر في الموضوع يعني من خلال فعلا ممكن يكون ياثر التنوع على الفنان او انه استمراريته مع ملحن معين؟ شوف، في فنانين ملحنين كثير بتعامل معهم، بقدموا لك كثير اغاني حلوه بتنجح معهم. انا برايي لازم الواحد يستمر معهم على طول. بس إيه انا مع التنوع، مع التنوع. ايه احنا بنستمر معهم بس انا معهم. مع التنوع. إيه بس يعني ببدل يعني هو ده يعني أصلاً. لو الهيد مثلا السنه دي عملها لي مثلا يحيى، السنه الجايه اعملها مع وليد. فاهمني؟ يعني بس بيكونوا موجودين في الالبوم كلهم، بيكونوا موجودين طبعاً. في الالبوم انا رايي انه مزبوط، انه حلو واحد يحافظ على قدم له نجاحات بحياته مع التنويع والتشكيل. وانا مستعد اقدم لك لحن مني يلا. انا اذا انت بتغني لبناني يلا. فتحنا يلا موضوع ثاني. زين، كانه قارئ السكريبت اللي عندي، لانه بالفعل هذا اللي كنت ناوي اوصل له. الالحان شيرين بتعشقين لبنان، ولكن الى الان ما قدمتي اغنيه باللهجه اللبنانيه، غير مع العلم انه كثير من المطربين اللبنانيين غنوا مصري والمطربين الخليجيين غنوا لبناني وغنوا مصري. والله شوف، يعني انا بعشق مروان خوري وبعشق زياد بطرس، بحب له توزيعاته كلها، وبحب جوليا كثير كثير. يعني بحب اسمع جدا لجوليا، لان هي عندها ستايل في الغنى بحبه، اللي هو الكتير ناعم. وزين النهارده لما غنى اللي غنيته من شويه ده، كان دبكه ولا كان بلدي ايه؟ يعني بجد كان هايل هذا اللون يعني. يعني بجد بيشعللوا السهره. طيب يعني كلام جميل، كل اللي قلتيه كلام جميل، بس هل فيه نيه للغناء اللبناني، اللهجه اللبنانيه عند شيرين؟ انا بعرف لغه كويس. انا بعرف لغه كويس. اللبناني صرت احكي لبناني لبلب. ثلاثة تبريك وراجعين مره ثانيه. رجعنا بعد البريك مشاهدينا الكرام وجمهورنا الكريم المتواجد معنا الان. سولو مع صوت جميل جدا من المغرب العربي، هدى ما كنتش. تيرا لا لا لا
عايزة أحبك ليه اتعلقت بيك؟ تعرف لما بقى جنبك بغرق أنا من عينيك. عايزة أحبك ليه اتعلقت بيك؟ تعرف لما بقى جنبك بغرق أنا من عينيك. اهلا شرفتينا. اهلا وسهلا تفضلي. ما كنتش عايز احبك كلمات والحان محمد رفاعي للصوت الجميل هدى. هدى سعد اهلا وسهلا يا هدى شرفتينا. اختاري الميكروفون اللي يعجبك. اهلا وسهلا فيكي واحنا سعداء جدا بوجودك معنا اليوم في هذه الليله الجميله. هدى سعد سيدي جميل ما ارتحت او ارتحت بمعنى صح. ارتحت يا الان معنا؟ اكيد انا كثير مرتاحه. هاي سيدي جميل نزل لك يا هدى في فتره سابقه ما شاء الله يعني صوت جميل جدا ورائع. احييك واحيي المغرب العربي. اهلا وسهلا فيكم. اول شيء احب احيي الجمهور الجميل اللي حاضر معنا طبعا كل الناس اللي قاعدين بيتفرجوا علينا هلا في تراتاتا.
وحابة أقول شيء إنه أنا كتير كتير مبسوطة إني متواجدة في هالحلقة الكتير مميزة طبعاً بحضور وجود النجمة الكبيرة شيرين وزين العمر وأحمد سعد يعني هذا بالنسبة لي شرف وكمان حلقة مثل ما قلت كتير متميزة الجمهور مو راضي يسكت متفاعل مع حتى التحية مع هدى هدى ما شاء الله انطلاقتك رائعة وجميلة بصوت رائع وجميل ويعني انطلاقة كانت قوية مع روتانا من خلال ألبومك ارتحت طبعا أكيد كان هناك صدى جميل من قبل الفنانين والوسط الفني بصوت هدى من زمان بالأمانة ما سمعنا صوت جميل بجمال صوتك إيش تغير في حياتك بعد هذه الانطلاقة؟ أكيد تغيرت أشياء كتير يعني صار في الموضوع في كتير جدية وصار تطلب مني مسؤولية أكبر إنه أقدم لأنه الناس الحمد لله حبت الشريط الأول وهذا شيء أنا لمسته من خلال التعليقات اللي بقراها في الإنترنت أو الناس اللي بيقابلوني فطبعاً يتطلب مني هذا الشيء مجهود أكبر إنه أختار أغاني تناسب نوعية صوتي لأنه هذا الشيء كتير صعب إنك تلقاه من أول ألبوم فهذا الشيء اللي تغير فيه إنه حيكون كتير عندي شغل على الموضوع الله يوفقك إن شاء الله شيرين شنو اللي بيذكرك في صوت هدى؟ عندها بحة تجنن حتى في الكلام زي ما أنا كمان في ناس قالوا لي في البدايات كنت أول مرة بقعد معاهم وما بيعرفونيش وكنت بتكلم قدامهم قالوا لي كلمي كده تاني أنت بتغني؟ فقلت لهم ليه يعني سألتوني السؤال ده قالوا لي لأن عندك بحة كمان في الكلام وهي ما شاء الله بحتها تجنن كثير ناس يقولوا لي هدى تشبهين شيرين في الشكل في الصوت لا لا هي ليها ستايل لحالها هي مش شبهي يعني هي حابة هالشيء هي نجحت عشان هي مش شبه حد صدقني يعني لا فيش حد زي حد بينجح لا اليوم ما هو غلط إنه يكون الشبه في الصوت وشبه في الشكل ولكن الشخصية ممكن تختلف ممكن تكون في الشبه شوية شوية المي سليم شوية بحسها من بعيد هي لا بحس في الحقيقة أنا ما بحس نفسي شبه أحد يعني أنا ستايلي يعني مختلف عن الموجودين أكيد يعني هدى من بتشرف إنه أنا يشبهوني بشيرين لأنه شيرين يا رب إشبهها في محبة الناس لإلها يعني الناس كلهم بيحبوا شيرين كتير تسلمين مشاهدنا الكريم برومو لكليب جميل جدا للفنانة هدى مع بعض نشوفها ما صدق ان اقول له خلاص وقال لي خلاص وداني لمحت عليا اني هبيع وقبل ما بيع كان باني ما صدق ان اقول له خلاص وقال لي خلاص وداني لمحت عليا اني هبيع وقبل ما بيع كان باني الله الله بالتوفيق يا هدى ان شاء الله وزين سريعا سمعتك وشفتك بعيني وانت تسمع الكليب تقول الله 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 واتمنى لها النجاح والله يوفقها بحياتها تستاهل كل شيء وتحيه لكل المغرب طبعا زين انا حابه انه اقول لك مبروك على الاغنيه اللي مكسر الارض حبيبه قلبي روحي بحب يا ناس والها 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 وبرمش عيوني شايلها الها وحق اللي شال السماء قلبي بهواها ارتمى حق اللي شال السماء قلبي بهواها ارتمى او كل قطره من الدمى بعيوني صار الها الله 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 شكرا شكرا يا هدى رائع هذا الديو شكرا والديو الاروع ما بين الفنانه شيرين واحمد سعد قرح ثاني يا حلاوتك يا جمالك حلو وكذاب ترجمة
شعل قلب اللي مطالك ويا بخت اللي شغل بالك يا شعل قلب اللي مطالك ويا بخت اللي شغل بالك كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليش تشغلني برمشك ليش رجعنا وياكم مره ثانيه مشاهدي الكرام بعد هذا الديو الجميل ما بين الفنانه شيرين والفنان احمد سعد ونتوجه سؤال سريع زين في الاونه الاخيره كثرت التعدد في الالحان وكثرت التعدد في الالوان وبداوا المطربين العرب يتجهون الى الالحان التركيه والغربيه وغيرها واليونانيه في بعض الاحيان هل تراها من وجهه نظرك انها ظاهره صحيه في ان احنا الالحان اللي تخص الوطن العربي انها مثلا ما يتم الاعتماد عليها كثر ما يتم الاعتماد على الالحان اللي من الدول الاخرى شوف هي مش غلط الفكرة لأنه الموسيقى موسيقى لغة عالمية بكل الدوية من وين ما كان ويغنيه أنا معظم الأغاني اللي غنيتها بحياتي كانت من ملحنين لبنانيين ومصريين وخليجيين ومش غلط أنا غنيت أغنية بحياتي من أخذنا حقوقها من اليونان
على عيني يا حبيبي تقسى وتنسى على عيني، وغنيت أغنية يلي شغلني هواك كمان من تركيا مصطفى صندل، يلي شغلني هواك هستيل هيدا يعني غنيتين ما مش حلو. أنا حبيت إنه يكون في تشكيل بس مش غلط يعني. جميل جدا. هدى انت تكتبين وتلحنين لنفسك ايضا، واكيد يعني تتوارد الخاطر بما ان في ملحن شاطر معانا بعد اليوم راح نشركه في الموضوع لا شك. فهدى ايش بالنسبه لك انت راح يكون في المستقبل من الحانك وايضا كلماتك؟ جميل ان تغنين وتلحنين، وغالبا ما تكون هذه صفه عند المطربين الرجال يعني. بصراحة أنا لا أحب أن أعتدي على مهنة التلحين، يعني أنا بالنهاية غنيت عملتي ما بإحساسي، وسمعت الكذا ملحن وأعجبوا فيها وهم اللي شجعوني فعلا أنه أسجلها، يعني مش عندي ثقة بنفسي وأنا ملحنة وكذا لا. ف يعني هي عبارة عن تيمة بسيطة غنيتها. شو تقول هالتيمة؟ دندنة بسيطة. ما تفكرنيش باللي كان بينك وبيني، حرم عليك شوف الفين وصلتيني، اللي بيا جرح كبير انت سبابه، نصبر حالي بالنسيان يداويني، استنيت كتير يبان هواك سماي واضح، وعطيتك حب تمنيت في يوم ربع وتعطيني، مات القلب اللي كان الغدرك يسامح، ومنين نجيب قلب جديد. الله الله عليك. الله 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 يا هدى. الله الله يا هدى. هدى ما شاء الله ايضا والدك دي مش اعتدت، دي خادت مهنة التلحين كلها. لا والله العظيم جد يعني والدك ما شاء الله ايضا يعني شاعر زجل معروف في المغرب. واحنا انا كبرت في بيت مثقف، يعني في عندنا مكتبه موسيقيه ما شاء الله كبيره. بابا كان لما بيرجع من الشغل لما بيتغدى بينام على صوت أم كلثوم على محمد عبد الوهاب، وأنا صغيرة بسمع بسمع يعني تربيت على عمالقة. جميل. ويعني وعندنا مكتبة يعني في كتب، ويعني قريت الشعر في بيت بابا وماما. الله يوفقك إن شاء الله. يوفقك أحمد. بتوجه لك بسؤال، طبعا كثير ما نسمع بأنه هناك تبنى كلمات على لحن، وأعتقد لك وجهة نظر يمكن أبديتها قبل شوية ونعيد لها مرة ثانية. هل بالفعل ظاهرة صحية بأن يبنى كلمات على لحن، ولا يجب أن يكون هناك كلمات يحس فيها الملحن ويلحنها؟ والله موضوع يعني موضوع اللحن ليه طريقه معموله من زمان، يعني معموله من بدايه يعني التلحين اتعمل الطريقه، والطريقه دي انا اعتقد ان هي ليها سبب وليها اسس اتبنت عليها. نعم. هي ان يتعمل الشاعر يجي له احساس معين ويجي له خيال معين باغنيه يكتبها على طول، لانه ممكن يعني الشاعر هو الوحيد اللي ممكن يترجم احساسه في كلام. فيقدر الملحن ياخد الكلام ده يشوفه على نفسه، لازم يشوفه هو حاسس بيه ايه، لما سمعه حس بايه ويلحنه كده. هذا اللي يفترض ان يكون المفروض. بعد كده الموزع يشوف الناس دي قدرت توصل لايه، ويخش باحساسه اللي هم لازم لو اتفقوا الثلاثه مع بعض، لو اتفقوا العمل كده بيبقى ناجح، بيبقى كل واحد عمل دوره الصح. جميل. يعني هي مراحل، يجب المرحله تكون الكلمات الاولى وبعد ذلك اللحن وذلك التوزيع. ده بقى دي الطريقه الصحيحه اللي هي المفروض تتبع، علشان هي بتخرج الاحساس. نعم. بتخرج الاحساس بس، انما الطريقه الجديده بتخرج يعني هم من وجهه نظر اللي بيختار بيها بتخرج النجاح. يقول لك احنا الايقاع ده دلوقتي في ايقاع مثلا ار ام بي ده يعني ماشي جدا في السوق، ونعمله الاول نجيبه الاول بعد كده نبني عليه، فنبني عليه فبتحس البنى ده يعني بينظر للسوق ايضا يعني من الاول. يعني في اول يمكن كلمه قلت البنى نفسه البنى في مشكله كبيره بيبان فيها التلفيقه يعني. جميل. شيرين انت ايضا في تصريح لك في احدى الصحف قلتي راح اقدم في البومي القادم ما لم اقدمه في السابق. قصدي مواضيع مختلفه. بس في المواضيع يعني ما شاء الله انت اللي يتابع مسيره شيرين يعرف ان انت تركزين دائما على ما تقدمين، والتركيز شيء مطلوب. اكيد انا بهتم بالكلمه اول حاجه، ان الموضوع يكون يفيد المستمع، يعني يفيد ست مطلقه، يفيد ست بتحب واحد ومطلع عينها، يفيد ست بتحب واحد لدرجه الجنان،
فبحب أقدم المواضيع اللي تفيد يعني. يعني اللي تلمس قلوب الناس. وآخر همي بقى موضوع الموضة. الموضة بتقول إيه؟ المزيكا لازم تبقى عاملة زي دي. آخر همي. عشان كده أنا ما بسمع بتوحشني لحد دلوقتي، بحس إن هي معمولة مبارح. الله. ما بسمع. جرح تاني. يعني ماليش دعوة الموضة بتقول إيه. ماليش. يعني ما توافقين أحمد بالنسبة لوجهة النظر إنه السوق عاوز كده. في ناس بتحب تشتغل كده. وناجحين جدا على فكرة يعني. يشوفوا ايه الموضة التكنو يبقى الهيد بتاعنا تكنو. الموضة مش عارف ايه. انا يعني فاكرة في شريط لازم اعيش نزل لي غنوة سلو في عز الصيف ونجحت جدا. اللي هي لازم اعيش دي يعني غنوة كئيبة جدا. الله يبعدها عن ليلتنا الليلة. ها الان نسمع سولو جميل للفنان زين العمر. ولها ولها كلمة جميلة. ها ولها 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 من الوله. كلمات كلمات فارس اسكندر والحان سليم سلامي وتوزيع داني حلو وتصوير الكليب لفادي حداد. ما شاء الله قدمت عني. قدم لنا ولها يا زين. عيوني شاهد
اسمع غابت عن عيني شهور تسعى تفضل. كلمات جميلة جدا ولها كلمات فارس اسكندر والحان سليم سلامة. الله عليك الله عليك يا زين. يعطيك العافية يا زين. زين بعد تجربة كبيرة لك في مجال الغناء لم يكن هناك لك تركيز على الغناء باللهجة المصرية بشكل كبير. شوف أنا بعشق الأغاني المصرية حبيبة قلبي حبيبة قلبي حبيبة قلبي كلنا حسابك برد عليك بعد برد عليك هو برد بس انا دفيان بحراره قلوب الجمهور والضيوف يا حبيبي قلبي ومصر يعني انا ما غنيتش مصر مصري قوي بس انا بعشق مصر وبموت في مصر ومصر ام الدنيا ومصر وبيروت لا يعني مصر ولبنان توأم بالفن لا شك. وانا ابتديت بلهجتي اللبنانية وانا بفتخر اني غنيت الاغنية اللبنانية لانه هيدي هويتي اللبنانية اللي بعتز فيها وبفتخر فيها يعطيك العافية بس انا بالالبوم يلي هلا رح ينزل مع شركة روتانا مش رح كون مقصر ابدا وانا حضرت اغاني مصري رح غنيها لاول مرة من الاستاذ وليد سعد وبحييه وبحيي كل مصر العزيزة وشرفني انه اليوم احمد سعد معنا وانا بشرفني اني اخذ لحن منه كمان ورح اغني خليجي كمان لاول مره من الاستاذ عبد الله القعود وتحيه الى كل الخليج العربي يعطيك الف عافيه شكرا زين راح نروح حق الفيديو كليب ونرجع فيديو كليب لك اوكي خل نروح على الفيديو كليب روحي بحب يا ناس والها 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 الكليب لفادي حداد والي زين العمر ولها شيرين انت ايضا غنيتي على مسارح الخليج كثيرا في الدوحه في مهرجان دوحه وفي فبراير في الكويت كيف تقيمين الجمهور الكويتي في السماع لك رغم انك انت ما غنيتي خليجي
لا ده جمهور عظيم يعني حقيقي. انا اخر حفلة كنت حاسة ان انا طايرة في السماء، حتى يمكن اللجنة طلبوا ان الحركة تكون قليلة على المسرح. انا بجد بقيتش حاسة بنفسي من كتر ما انا فرحانة، واحمد كان معايا وكان بيضحكني في الكواليس وانا ماسكة المايك، وخلاص ابتدوا المزيكا بتاعت ايا ليل وهو بيقول لي اديني المايك ادينا فرصتنا بقى ادينا فرصة. فطبعا دخلت على الناس ميتة من الضحك. وكان مهرجان جميل بجد بجد حقيقي. وان شاء الله ستشاركي في مهرجانات قادمه باذن الله. لا جمهور الخليج جمهور. طيب هل سيكون هناك غناء باللهجه الخليجيه؟ ان شاء الله باذن الله. هدى انتقل لك، انت متاثره جدا بالراحله ذكرى وتمشين على خطاها في الغناء الخليجي بالتحديد. انا طبعا من ربيت صوتي واحساسي على مدرسه الراحله ذكرى، وكنت أتمنى أنه في يوم من الأيام أقابلها، بس طبعا شاءت الأقدر أنه ترحل علينا. بس أنا عمري ما حسيت أنه ذكرى ماتت، لأنه موجودة معي كل يوم وبالآيبود بسمعها وبتعلم منها أشياء كثيرة. الله يعطيك العافية وإن شاء الله نسمع. وبالمناسبة يعني ذكرتونا بذكرى، خلينا نسمع شيء لإلها يعني. تفضلي. حابة أغني بما أننا بنذكر الخليجي، وذكرى ما قصرت في الخليج يعني غنت كثير للخليجيين، فحابة أسمعكم إليني اليوم. تفضلي. إليني اليوم إليني اليوم وأنا عندي أمل فيهم، ولا مريوم ولا مريوم إلا في تحريهم، ولو طال انتظاري سنين وسنين أكيد في يوم ألاقيهم، أكيد في يوم ألاقيهم. الله 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 الله. يسلم صوتك يا هدى، هذه من احب الاغاني القلبي. يسلم صوتك يا هدى. احمد بالنسبه لك انت، في كثير من الفنانين الخليج غنوا اللهجه المصريه، الفنان الكبير عبد الله رويشد، والفنان الكبير نبيل الشعيل، والفنان الكبير حسين الجسمي، والكثير من الفنانين الكبار الخليجيين غنوا. هل هناك تعاون ما بينك انت وبين مطربين خليجيين في الحان قادمه باذن الله؟ والله هو يعني انا يسعدني جدا جدا ان انا اشتغل مع خليجيين، لان انا يعني عند رايي ان الاغنيه الخليجيه لسه محتفظه برونقها، لسه الكلام ليه تقيل ولسه اللحن تقيل، والجمهور الخليجي نفسه بيحب يسمع طربي كويس جدا. فانا يعني ممكن يعني حاسس ان انا لو عملت الموضوع ده هقدر اعمل يعني افرغ طاقه من جوايا في اني اعمل لحن شرقي جدا. الله. زي ما قدرت اعمل مع شيرين، يعني شيرين يعني ادتني فرصه جميله جدا جدا ان انا اعمل لحن شرقي جدا وفي جمله سلطنه جدا، فيا رب ان شاء الله افضل كده على طول. الله يوفقك. الله يوفقك. مشاهدنا الكريم، صحبه حلوه، ثلاثة بريك وراجعين.
عليكم. الله 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 يا زين، الله يا أحمد، الله عليكم، الله الله يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية يا زين. زين الزين يا زين. هلا هلا يا زين يا أحمد زين. هلا بالمهلي. الله يهلي بالمهلي ما يولي. حياك الله. حياك الله. حافظهم أنت. والله على راسي. جميل، هارموني جميل ما بينك وبين زين. يعني والله أنا يعني سعيد جدا أن أنا غنيت مع زين، لأن أنا يعني بجد حبيت صوته قوي قوي. يعني أنا بحب صوته أصلا، بس حبيت صوته المرة دي يعني قوي، عشان هو فعلا صوت جميل. شكرا. وكمان بقى يعني هقول حاجة جديدة، لما مطرب يغني مع مطرب بتفرق الموضوع خالص. أكيد يعني بيبقى فيه ذوق تاني خالص. يعني هو بيبقى فيه ذوق ان هو لما هو يكون بيقول حاجة حلوة انت تقعد تسمعه. الله. كمان احنا بنبسط، فانا بحيي انت سيد الذوق يا احمد. والله العظيم حبيبي يا زين، وانا شرفني انه تعرفت عليك اليوم. ازي يا حبيبي. جميل جدا هذه الاغنية على رمش عيونها، طبعا كلمات حسين السيد والحان بليغ حمدي، ديو رائع كان ما بين زين وما بين احمد، ينذر وينبه بقدوم فنانتنا الجميلة شيرين عبد الوهاب لتشاركنا الرأي الآن في هذا الديو الجميل. سمعت يا أكيد، أنا أحب الأغنية دي جدا. شيرين شيرين شيرين. شعل لها مظبوط. ما تكونيش بردانة لسه. لا الحمد لله. خدت ايه رايك في الديو الجميل اللي شفناه؟ جميل جدا، والاغنيه اصيله يعني. الله الله الله. طيب شيرين، الحين ما شاء الله بظل وجودك انت واحمد وزين وعلى مشارف نهايه هذه الحلقه، يا ليت لو تعطينا طبعا رؤيتك كفنانه بالنسبه للمرحله القادمه للغناء العربي. كثير من يتهمنا في الوطن العربي بانه بدات الاغنيه تنحدر الى مستويات لم تكن عليها الفتره السابقه، فانت كونك احد ابرز الفنانين العرب نقدر نقول، رأيك في هذا الكلام هل هو صحيح؟ لا طبعا صحيح، ان الأغنية العربية بخير والحمد لله، وهيحصل تصفية جامدة الفترة الجاية دي فعلا، لان في ناس كتير جدا كانوا مشاهير وكانوا مكسرين الدنيا ودلوقتي ما لهمش وجود، فاللي بيبقى هو الفنان الحقيقي واللي الناس بتصدقه، اللي بيطلع شويه كده وبيقولوا بيكسر الدنيا، زمان قاعدين على قوالب. كل ما اقول لك حد كسر الدنيا، طب واحنا عايشين على قوالب دلوقتي. الوصول سهل بس البقاء هو الاصعب. طبعا البقاء هو الاصعب. طيب احمد، ايضا من خلال اغنيه مثل ما ذكرت الفنانه شيرين الان، ممكن من خلال اغنيه يكون مكسر الدنيا بعد ذلك ما تلقى شيء، هل تتوقع انه ذوق الجمهور هو من يوصل هذه الأغنية أم أنها تعتبر ظاهرة ضربة حظ؟ لا ده هو أصلا يعني ذوق الجمهور هو اللي بيبين لك أن الجمهور عنده ذوق جدا. ليه؟ لأنه لما عمل حاجة حلوة ونسبته كمان، مش شرط الأغنية تكون عشان نجحت تكون هي يعني اللي بيغنيها هي تكون أقوى أغنية، لا ممكن تكون مناسبة ليه أو على قد صوته فالناس صدقتها منه. بعد كده ممكن يكون مطرب حاول بقى يعمل يفتكس أو يعمل حاجة بقى يعني أصلا لما الجمهور بيقول لك على حاجة حلوة، نعم، ده سلاح ذو حدين، يا إما تعمل اللي بعديه أحلى يا إما تعمل اللي بعديه أوحش، ما فيش وسط. جميل جدا. طيب الآن بما أن احنا نتكلم في برنامج ترتتا، نتابعكم مشاهدنا الكريم ونقول لك تابعنا على موقع ترتتا الإلكترونية عبر الإنترنت، بإمكانك الاطلاع على أشياء كثيرة. نرجع مرة ثانية مع الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي والحان جمال سلامة، وساعات ساعات مع شيرين. سولو جميل. أحب عمري وعمري.
وياكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل وسؤال سريع لفنانين اللي معانا. طبعا أبدأ بأحمد. أحمد، 4 سنين من الألبوم الأخير إلى الآن، هل راح ننطر الألبوم القادم أيضا فترة 4 سنين عشان نشوف كليب لأحمد أو نسمع صوت أحمد من خلال الألبوم؟ لا، هو فترة 4 سنين اللي كنت توقفتها كانت بين الألبوم الأول لأشك اليمين وحشتني عيونك، بس دلوقتي أنا بقالي سنة ونص إن شاء الله يعني على الصيف معتكف على شغل شغالة إن شاء الله، يعني على أول الصيف إن شاء الله كنت نزلت الألبوم، وأنا ما بحبش أتأخر إلا إذا كنت بعمل حاجة تكون في مصلحة وداني المستمع أو إنه يكون فعلا أنا مستهونش بحد، يعني بحب أعمل حاجة يعني أتأنى فيها، مش مهم العدد قد إيه قد ما مهم هو عامل إيه الكواليتي. الله يوفقك إن شاء الله. هدى، أيضا أنت الآن تحضرين لأغنية مغربية من كلماتك وإلحانك. في عندي كذا مشروع، في أغنية مغربية وفي أغنية سينجل بالصيف إن شاء الله حنزلها بإذن الله. بالنسبة لك زين، وين صار تحضيرك لألبومك القادم بإذن الله؟ نحن صرنا جاهزين مع شركة روتانا، وإن شاء الله على أول الصيف إذا الله بيريد الناس بيسمعوا الألبوم بتمنى أنه يعجبون بإذن الله. شيرين، أنت من نجمات مصر الأوائل، أكيد المكان اللي وصلتي له يخوفك، فإيش خايفة في المرحلة القادمة منه؟ ايه اكتر حاجة يعني مش خايفة، انا نفسي وده اللي بشتغل عليه ان مستوى محبة الجمهور ليا ما تقلش، واني افضل عندهم حاجة كويسة، واني بعد ما ماتي الناس تفضل تسمع شغلي ويعني افضل موجودة زي ما الفنان الكبير عبد الحليم حافظ موجود والفنان الكبير أم كلثوم موجودة. طبعا مش بقارن نفسي بيهم، بس أنا نفسي شغلي يفضل عايش حتى بعد ما ماتي. الحياة اللي أنت الآن الله يوفقك إن شاء الله، الحياة اللي أنت أقبلتي عليها الآن خصوصا عندك مريم الآن ومسؤولياتك قد تتسع رقعتها شوية، هل سيشغل هذا جزء من تفكيرك في مجال الفن والتركيز في المجال اللي أنت ظهرتي لنا فيه كمطربة من المطربات اللي يشهد لهم الساحة الفنية؟ هي عشان خطر عيون مريم أنا أعمل أي حاجة، أنا ممكن أقعد في البيت أساسا، بس يعني الفنان لما بيدي وعنده عيلة بيبقى افضل بكتير وهو ما عنده شيء. هل راح يغير ايضا في اختياراتك في الاحساس؟ انت قلتي قبل شوية انا اذا ما حسيت في انها تلامس قلوب الاخرين في معاناتهم. انا في الحقيقة قدام المايك او لما بختار اغنية بجد انا بفصل انا مين وبنسى انا مين وانا مجوزة وانا مخلفة، وان يعني انا ببقى مصدقة الحالة دي وعايزة اقدمها بكل صدق وامانة للناس، لان ده اللي يهمني، ان لو غنيت دلوقتي غنوة فيها جرح فيها ألم الناس تصدقني اكتر من الاول، لان يعني في معجبة قالت هبطل هصدق شيرين في الاغاني الدراما لانها سعيدة دلوقتي في حياتها الانسانية، يعني فانا بقولها لا ده يعني مش صحيح بالمرة، لان انا في شغلي ما بنسى بجد انا مين. استمتعنا معاكم من خلال الحلقة ورح نستمتع أكثر، ونذكر السادة المشاهدين بأنك بإمكانك متابعة كل ما يدور في ترتبتا على الويب سايت الخاص فيهم على الانترنت، بإمكانك تتصفح الآن. نبي نستمتع، نبي نشوف أحاسيسكم بتونس بيك، كلمات جميلة لعمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي، جميلة وردة غنتها، ف كواتيور جميل جدا راح يكون بين 4 نجوم معنا اليوم.
اي بس عايزين نسمع سقفة كبيرة قوي الوردة. تحية كبيرة جدا للفنانة وردة. بس انتوا سقفتوا لزين العمر اكتر من وردة. سقفوا اكتر. راح يسقف يا جماعة ولا لازم الراجل بتاعي. انا هوقف معاكم ونوقف كلنا نسقف للست وردة. وانا معاكم كمان. اذا رباعي جميل لفنانيننا اللي ويانا بتونس فيه. Oh,
جمعتنا بفنانة رائعة الفنانة شيرين من جمهورية مصر العربية، والفنان الرائع والنجم اللبناني زين العمر، وأيضا الفنانة من المغرب الفنانة هدى، وحبيبنا أحمد سعد من مصر أيضا. هذا الصوت الرائع والألحان الجميلة. لا تنسون تتابعونا وتتابعون كواليس ترتبتا من خلال الحلقة، ونلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء. We'll be right back.
العالم تسلم. خلص يا علي يا علي ارموني كويس. لا هي في امريكا 17 ساعه والله. في ايه يا جماعه؟ في تعرفوا الطبيعي في ايه يا جماعه؟ عايزين نتكلم انا لكم الراجل اوكي قلت له هلا بيت شغلاته لكن ليك لك شغل هذا جهاد من تركيا بس بيحكي عربي قلت شال جزال المنظمة هذا المعلم أنا بيمشي هلا النوم والكرياتيف أوكي وعالم العالم لكريستو بطل لبنان كل شيء بطوله بيرجع لك لا شو الليلة فيه مولع ما أن تطأ قدمك في صالة العمل ومع الفريق العمل ككل في هذا البرنامج إلا وتحس بالمتعة أكثر ما تحس بأنه عمل مساء الخير فيكم شو أخباركم والله الواحد عم يشتاق حتى تالا حتى يشوف هالجمهور تا جمهور بعقد بروجرام بعقد ستاف بعقد ميرسي لكم لشاشة دبي تي في وان شاء الله الله يقويكم على طول زين العمر بحبكم كثير شوفوني في التراتا وان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم وعملنا اغاني حلوه قوي وان شاء الله الحلقه تكون كويسه بنقدر فيه احنا كمطربين نقول بجد اللي احنا بنحبه وبنغني قدام بعض كمان مطربين قدام مطربين بتبقى حاجه جميله جدا وانا مبسوط ان انا معاكم يا رب دايما ان شاء الله وميرسي انكم استضفتوني وان شاء الله تكون الحلقه مميزه بوجود هدى سعد ميرسي كتير